لكاكاو والتصدي كان من حارس المرمى الذي يلعب كرة إلى ركلة ركنية لتأتي الدقيقة 18 لتعلن عن هدف التقدم لفائد فريق شتوتغارت. تومسون قد كان فادع وأيضا بيبي اتش لم يتمكن من إبعاد الكرة لتجد انطلاقة سريع كاكاو الذي انطلق بالكرة أمام الإعادة من جديد. حاول بيبي اتش إبعاد الكرة ولكن الكرة اصطدمت بكاكاو وكاكاو مهد ناحية بوغليبنياك الذي تمكن من هز شباك فريق رينجرز ونتيجة 1-0 لفائدة فريق شتوتغارت. شتوتغارت تمكن من الوصول إلى مبتغى لقطة ألكسندر ليب وإعادة لهدف بوغليبنياك، هدف الوحيد في الشوط الأول. بوغليبنياك توج مجهود اللاعب كاكاو وتمكن بوغليبنياك من مغالطة الحارس ماك غريغور. 1-0 في المقابل غياب تام لفريق رينجرز في هذا الشوط الأول، تاركا الفرصة والتألق للفريق.